هنأ أبناء واسط والكرد الفيليونية في المحافظة الحزب الديمقراطية الكردستانية بمناسبة نجاح المؤتمر 14 للحزب وتجديد الثقة وإعادة انتخاب الرئيس مسعود بارزاني رئيسا للحزب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أبناء محافظة واسط قضاء بدرة وزرباطية نهنئ السيد رئيس الكرد مسعود بارزاني بمناسبة فوزه بالمؤتمر 14، ونقدم أزكى التهاني والتبريكات للأمة الكردية عامة وأبناء الكرد الفيليين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كأبناء محافظة واسط من الكرد الفيليين في هذه المحافظة نهنئ ونبارك للحزب الديمقراطي الكردستاني بنجاح المؤتمر 14 لهذا الحزب العريق، حزب الطليعة الكردستانية المناضلة، وكذلك نهنئ ونبارك للأخ الرئيس الكاك مسعود بارزاني بتوليه منصب الأمين العام للحزب، وكذلك نبارك ونهنئ للأخ الأستاذ فؤاد حسين وزير خارجية العراق بتوليه أيضا تزكيته من قبل الكاك مسعود بارزاني لهذا المنصب باعتباره ممثل للكرد الفيليين في إقليم كردستان. وكذلك نهنئ ونبارك للأخ الأستاذ نجم عبد مراد أبو شيرين لتوليه ولحصوله على ميدالية البارتي وميدالية البارزاني، وشكرا جزيلا. نحن أبناء بدرة الكرد الفيلية باسمي وباسمهم أهنئ سيادة الرئيس مسعود البارزاني بمناسبة انتخابه رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني. نهنئ الكاك مسعود البارزاني لمناسبة نجاح المؤتمر 14 للبارتي، وهي مناسبة نستذكر فيها أيضا، ونهنئ الأخ كاك فؤاد حسين لتسلمه منصب وزير الخارجية في الحكومة العراقية الجديدة، وأيضا كاك فؤاد حسين من الشخصيات الكرد الفيلية، فباسم الفيلية في محافظة واسط وفي بدرة وزرباطة وجصان خصوصا نهنئ.